تكون خاطرك راجلي العزيز. لا فهمتيش انت كنتي باغي هاد السميه انا ما عجبتنيش. لا كنا باغيين نجوجو كنبدل رايي فاش. السلام عليكم حبايبنا كي دايرين؟ صباح الخير. لاباس عليكم؟ مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. يا للروعة. هذا واحد الرسول ياك؟ لا زرا. سميتو هذاك في البرية. كي دايرين لاباس عليكم بخير كلشي مزيان. رجل البرية. تعرفي شي. هما انا كنسمع هاد المقدمة هادي ما كنعرفش فين. هي ما لهناش. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مهم بزاف منكم كيسولوني على السميه وضربوا راسكم. مرحبا بكم معانا. دابا القانق القانة ديالك بوحدك. هاد القانة ديالي بوحدك اذا ما نبانش. لا لا في الاول كانت ديالي بوحدك ولكن دابا وليتي. دابا في الاول كانت ديالك بوحدك دابا ماشي بقناتك ديالي. كيعرفش يهضر بحالي ديالي بوحدي. انا حيت قلت لك انا ديالي بوحدي غدتك الشعيبية. المهم بزاف منكم كيسولوني على السمية شنو اختاريت وشنو شنو غتسميو ان شاء الله باذن الله. المهم يلا جاتني واحد اللعيبة نوريها لكم. جابها لي السيد الصباح واحد اللعيبة نوريها لك. هاد اللعيبة هادي هاديك اللي كتلصق فيها السكاتة وكتكون وكتكون فيها السمية ديال الوليد. المهم أخيرا سميت داك السمية اللي عجباني السمية اللي باغا زيان. ها زيان سميت أنا ما عجبتنيش هاد السمية ديالي. زاد سميتي؟ لا فهمتيش انت كنتي باغي هاد السميه انا ما عجبتنيش. لا كنا باغيين كنا باغيين نجوج ولكن بدلت رايي فاش عيطت لي السيده. ما من تشاورتي اختي ملي بدلتي رايي؟ تشاورت مع راسي راه انا اللي حامل وانا اللي هزه في كرشي و 9 شهور ومحنه وردان وتوحام لهذا انا اللي نقدر نسميه ماشي مسخره. اتفقنا شحال هادي بجوج ونتيا اتفقنا بجوج وعجباتك زياد وجاب زوين. ولكن من بعد بدلت رايي. ولكن ما قلتي لي والو ما بغيت خليها تكون فيها. انت بغيت انا نعرف انت بدلتي رايك. نهار فاش قالوا لي عثروا معايا لاباج وقالت لي بغيت نصاوبوا لكم واحد التيكاد للبيبي وهذا. دابا حنا قبل ما يكون متفقين على زياد بدلتي رايك من اللي هضروا معاك هادو. لا عجبتني كنت داخله لجوجل وشفت السميه. غنشوف بعدا السميه اللي دابا نوريك السميه. المهم السميه اللي عجبني علاش ما كتعجبني؟ ما فهمتش كيفاش. انا ما عجبتنيش كيفاش عجبني. غير قولي لي نتشاوروا نشوفوا شنو هي السميه الاخرى. وصافي سي خوطر دابا انا اصلا هاد السميه اللي عجبني. لقيتي بحال المدنيه. ماشي لقيتي بحال المدنيه ولكن انا كبر مبقى نعيط ليه زياد انا. اصيد زيد بعدا ما كانش سميتك مشيت انت اللي اقترحتي اقترحتي انا راه هذا هو علاش المشكل. يعني انت اقترحتي وانا عجبتني وصافي دابا انا كنعيط ليه زياد. ولكن من بعد بقيت عيط ليه زياد انا ما غاديش تحط في حاله مدني زياد وما عجباني زياد ما بقاش عجباني. انا كنت اصلا في الوقت لك يعقوب وكنت قلت لك زياد صافي ما يكون خاطرك راجلي العزيز. ما يكون خاطرك انت ما تعصبش لي باش ما يكون خاطرك ويلي تشد اللحيه نايضه في الضص ويلي ما تشاورش معايا انت تعرف انت تعرف صلاحي. واش بغيتي تقلقتي على قبل السميه؟ تقلقت وراه عادي واخا انا لا سميتو انا هي غير تشاور تشاور زيد اخويا زيد انت صدقتي حتى هي قاعد زيد وكاع زيد ماشي مش ما كاينوش براجات هنايا كاين لا براجات اصلا كانوا قادرش نقصهم. لا ماشي مشكل ولكن على هاد الهضره اللي قلتي اللي قعد البراج دابا وقولوا ما دايره الصمطه وما حاملاش راه معرقه. ما كنضحكش معاه والله الا ضحكتيني وحق الله. شوف دابا شكون اللي حامل انا ولا انت؟ انتي. انا اللي حامل. شكون اللي تمحل في الوحام وداك الشيء؟
انا شكون اللي دابا ما كتنعش مرتاحه وتقل والله يسمح لنا من الوالدين كندوز من واحد مرحله شويه صعيبه انا واخ هي تي انا دابا نجاوب ملي كدوزي هذه المرحله الصعيبه او ملي بغيتي تمشي للسبيطار شكون اللي داك السبيطار ومنك الخدمه انا ملي كتبقاي فايقه وكيبقى يوسف سهران معاك شكون اللي كيبقى سهران معاك انا ايوا ولكن ماشي بحال ملي كتكون طالع عليك القرضه وتحرميه علينا وكنهزوا الضربه ونسكتوا شكون اللي كيهز الضربه ويسكت انا يعني انا راه معاك في هادشي ملي كنتي كتوحمي انا اللي كتهز لك بهبالك ولا انت اللي كنتي هز ليا بهبالك عمرها الهضره كامله شكون هو باه انا شكون هي مو انا عرفتي غنديرو دابا انا سميت هاد السميه دابا غنسمي غنشوفو بعدا غنحط السميه ديالي هي الاول غنديرو اسم مركب صافي سميتي هادي ديالي انا ودير السميه ديالك مورا صافي اذا بغاو يتنقل اسم مركب سميه زياد اس عبد القادر لا راه مالي انا غادي نسمي عبد القادر سميو زياد عدد صحيح طبيعي انا ما عجبتني الزياد اخويا ما زيد اخويا زيد هي ملي ما عجبتكش تقولي لي ما عجبتني انا قلت لك دابا لا هادشي دابا تا هضرتي مع هادو جابوا لك السميه عاد جايه تقولي لي انا وبغيت نفاجئك زعما جبني بعدا نشوفوا لي نكونوا من الصباح انا منوضين الحرب وفي الاخر هي راه زياد شدي يوسف باش ما تحصلش راه ما تسميش ليا دوك السميات ديال شوف انا عجباتني واحد السميه وبغيت نسميها شنو هي سميتو امير ياك شحال تقول لك عجباني سميت امير فين هي مرت خوك مسميه امير لا اميره صافي نتوما غتوليو تريك هذا الامارة مزلوطين انت تضحكي يا تركت المزالات ومسمين امير اش من امير واش ما سميت امير؟ لا مش اصلا تسوي عجب ماما وانا ما غاديش نقدر نخسر الماما مادام قالت لي ماما غادي تقدر تخسر الماما؟ اه عجبتها مسكينة سميت امير كتفرج ديك الفيلم ديال امير قالت لي راه زوينة تسميت لا صافي ما يكون خاطر حتى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الا عاودت ولدت اسمها سميتها البعابع والبعابع كيفاش كيفاش انا ولدي غنسميه زياد عيطوا لي نتوما امير عيطوا لي ولي العهد عيطوا لي زياد اش من امير زياد اش من امير ولدنا نا على ولدي ماما قالت لك كتفرج بامير نسميه امير باش ما وقعش فيها الحال مالك وراجلك وراجلي راه مازال غادي نسميه مازال غادي ماما مسكينه اللي انا حاس تسمي امير غتظلمو علاش نظلمو بزاف وسميتو امير اميره بالسميه الدفاعيش من السمير امير غير كنتي حاسه انك غتعيشي امير ماشي اميرو غير بغيت نعصبو صافي شنو هي هذه هذه ديال السكاته هاد السكاته كتصب هنايا وهذه كتصب في الحويجه شو كيبقى هذه المهم حبابنا السميه اللي كنا اختارينا وكانت
عجبانه كتعجبني صراحه من الاول وكنقلتها ليوسف ويوسف عجباش غير قلت نعصبو دابا ونشوف شنو غادي تشكر ردة الفعل ديالو صح قال بغي يبقى يعيط علي زياد كيمصدق قولوا لنا في الكومنت كيف جاتكم السميه بقى يجيبوا على خير يا ربي دعواتكم معايا ان شاء الله نشوف عويناتو والله ادعوا معايا يلا بنا نشوف واخا ساهله يا غتشوفي عويناتو غتسمي كوشاتو غتشوفي عويناتو ادعوا معايا يلا بنا نشوف ساهله يا ربي وبغيت نوجه واحد النداء للناس اللي عندهم وليدات دابا حاليا وتيديروا لي كوش كراش تكرموهم ليا في السطح تفايفتيني عرض غوسي كلاس ما تفهميش اش عرفتي قال لك ليكوش هي الحاجه اللي غتهلك بها غوسي كلاس نكرموه في السطح حيت حتى اعاده استعمال فيه الاجر داكشي تبدير المهدرين اخوان الشياطين ايه سيدي راه كانوا كيديروا لنا الميك خويا تتزوج ودير ولدك بحال هكا المهم قول لي في الكومنت كيف جاتكم السميه اللي اختارينا وكيف قلت لكم دعوا معايا عجبت لي كوش ولات كتقول لكم اللي اختاريتنا هو لنا عرفت طراز غدا تشري لي لي كوش اجي ولدي ولدنا ويلي هاي نتوما الله يسهل عليكم والله يعطيكم ما تمنيش يا ربي والله يرزق كل محروم بالدرية الصالحة يا ربي وهذا ما كان المهم باش نطول عليكم الفيديو يكون في الطريف بما ان كوش كولابوراسيون مع شي شركة ديال الكوش بقى عامين ولا ثلاث سنين ديال الكوش علاش لا خويا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ولدي غندير ليه غير شراو لا زعما فرحتيني الله يفرحك ولا زعما راسك الصلاه طويله ما له خير خاص عليا وما كاينش ديك ضرباتك النفس بحال غادي يحط لك ايس كريم يا وليدي هذاك حميميسه ديك عندك مازال فيديوهات اللي تزال هذاك فرحت بلاد وليدي هذاك بديت تنخس وتقول انا عيت انا هادي ولا عاد راه تقدر تشوف واحد لا ولكن كاع صحاباتي اللي والديك كيقول لك غير كتشوف عيناتك وتنسي لك وشوفي يا مرحبا ما نطولش عليكم تهلاو ليا فروسكم